أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الشرك الأصغر أكبر من الكبائر؟ وهل تتناوله الآيات التي جاءت فيها النهي عن الشرك وأن الله لا يغفره؟ نعم، هو أكبر من الكبائر، ما دام أنه شرك هو أكبر من الكبائر، لكنه لا يخلد في النار. الشرك الأصغر وإن كان من الكبائر فهو لا يخلد في النار. نعم.